ハハハハ أه نشكركم جزيل الشكر على استضافتي في برنامج بنزرت المزيان على تي أنا سامي الغربي أصيل مدينة بنزرت فنان تشكيلي وخطاط وموسيقي كذلك، أه بديت الخط العربي هو كغرام ده منذ الطفولة ولكن خذال المنحة الاحترافي معناتها شوية في عمر واحد وأربعين سنة معناتها أربع سنين تو. بديت مع الخط العربي مع التركيز على الخطوط المغاربية وبالتحديد الخط القيرواني التونسي والخط المجوهر جليل والخط المغربي فعملت نوع من المزج بين الخط العربي والبنتور والديسان وما إلى ذلك فبديت إذا عام 2011 وتطورت الحكايه شيئا فشيئا فمع انت أخذت المساله من ناحية اخرى الى جانب البنتور والى جانب الخط العربي الى جانب ذلك اصبحت معناتها ديزاينر نعمل ديزاين نعمل لوجو. اذا كل ما يتعلق بميدان الخط العربي بجميع معناتها انواعه بجميع تجلياته مع التركيز على الجانب المغاربي باعتباري اني من المغرب العربي باعتبار اني انا من تونس خصوصا الخط القيرواني او ما يسمى بالخط الكوفي القيرواني التونسي سنة الفارطه شاركت في في اكسبوزيسيون في كييف وتسميت تابع معناتها الجمعيه التونسيه الاوكرانيه حيث اكتشفنا أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الشعب التونسي وتقاليده وتراثه وكذلك الشعب الأوكراني وتسميت ممثل للفن التونسي في أوكرانيا كذلك مع تمثلت بلادي في مارس اللي فات مارس 2016 في مدينة برلين مع وزارة السياحة في إطار الفوار انترناسيونال دو توريزم دو هو اكبر فوار في توريزم في العالم كذلك عندي برشا علاقات مع الكثير من الشخصيات على مستوى العالم كما الشيخ محمد سوتاري مفتي البانيا مثلا اللي عملت ثلاثه كتب وكذلك صديقي سفينه مهر من الباكستان وظهرت في الكثير من وسائل الاعلام الاجنبيه التركيه الفلسطينيه البحرينيه الامريكيه كذلك اول ارتيكل تعمل عليا في امريكا في كليفلاند جورن اوف هيومانيتيرن افيرز واستعمالي الكثير المكثف للانترنت هو اللي خلاني معناتها خلى معناتها الاعمال نتاعي تلقى نوع من الصدى ونوع من الرواج خارج حتى حدود الوطن والله بنزرت هي هو المصادر الالهام نتاعي الرئيسيه هو الجمال فانا اترصد والتمس الجمال اينما كان وبنزرت هي مدينتي اللي تربيت فيها وعشت فيها وعشت على ضفاف البحر في في حي اللي نسميه في بنزرت باب الرمل فانا ابن المنطقه هذيك وابن الجهة هذيه وعشت فيها احلى ذكريات عمري الا وهي مع ذكريات الطفوله في البلاج وسبور والبطاح وما الى ذلك حضرت على كل التطورات اللي وقعت في المدينه هذه اللي هي بالنسبه لي نعتبرها سورس بالنسبه لي أنا. يعني عش فيها مع مع اخوتي مع امي مع بابا الله يرحمه مع اصدقائي اللي تو مازلنا معناتها علاقتنا موجوده مشاريع هي مشاريع معناتها على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام على المستوى الشخصي وما انا ديما نعتبر روحي تلميذ وديما نعتبر روحي نبحث في مجال الفن لاني على قد ما نزيد نقدم من خطوه من القدام نكتشف الى اي مدى انا لم استقي حتى معناتها قطره من بحر في مجال خصوصا مجال عالم الخط العربي فأحاول احاول توا فما تقنيات جديده قاعد نتعلم فيها لأن انا صحيح عصامي التكوين ما زودش دراسه اكاديميه في معهد علي الفنون ولا ان شاء الله في منستيرين في 22 جويليا باش باش نمشي نهار 25 لصفاقس اختاروني سنه باش نشارك في البريستيجيو معناتها فيستيفال تاع المحرس وعندي زاد حاجات لبرا ان شاء الله فما معارض اخرى باش نقوم بها الى جانب زاد الفورمي اللي انا عملتها الميوزيكال العربي كاليغرافي سميتها معناتها الخط العربي مع الموسيقى باعتبار اني انا موسيقى الى جانب الخط وانا ممبر من مجموعه جاربيز براذرز اللي فاز مجموعه فاز معناتها مهرجان الاغنيه التونسيه عام 2008 يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لي ان اكرمكم عند الله اتقاكم فهذه هي الغايه نتاعي فهمتني هي الفن هو بالنسبه لي انا وسيله للتقارب وسيله هي معناتها الطريق عرفني بالكثير من الناس وعمل لي معناتها والحمد لله قدر وقيمه حتى الشعر يقول لك الخط للإمام جلال وللعالمي كمال وللفقير مال فالخط العربي هو هو جزء من حضارتنا لغتنا العربية اللي هو الوعاء الحضار اللي يشملنا احنا الكل كمسلمين ولاحظت أن اللغة العربية والخط العربي واللسان العربي محبوب برشا في العالم ولاحظت إلى أي مدى انطلاقا من علاقاتي مع الآخرين إلى أي مدى فما إقبال كبير في امريكا وغير امريكا في المشرق في المغرب على هذه اللغه انا في الفتره الاخرانيه مثلا في المانيا لاحظت ما فما المان جا وحكى معي بالعربيه الفصحى وجاني حتى عالم كبير الدكتور غاين غنابي اللي قعد معي ساعه كامله في الفوار وقتها اللي هو عالم الماني الدكتور جراح ودكتور عنده دكتور ديتا في البسيكاناليز دكتور ديتا في تاريخ الطب يعرف ابن الجزار ويعرف ابن الهيثم اذا اللي عرفني به هو الخط العربي فهمتني وهو يعتبر فان بتاعي زاد ما منبهر بعمالي كلمة ختام الخط هو معناتها كنز والفن كذلك كنز اللي يعرف كيفاش يوظفه ويعرف كيفاش يستعمله ويعرف كيفاش كيفاش ينشره باستعمال الوسائل الحديثة اللي عندنا اليوم كما الانترنت إلى ذلك وما إلى ذلك والخط هو معناتها مسؤولية فهمتني الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الأرض مدفونه فهمتني والذكر يبقى زمانا بعد صانعه وخالد الذكر بالإحسان مقرون